نعمان غيزلان رئيسة جمعية رياض الأمل اللي كتكلف بالأطفال والشباب الشارع. اليوم عندنا واحد اللقاء سبورتيف ديال الأطفال ديال والشباب ديال الشوارع اللي كيجيو عندنا كل نهار لجمعية رياض الأمل. اليوم درنا لهم لقاء مع اللاعبين ديال الجمعية أميتي إسبور وشاركوا معنا في هذا ليفينمون لو روتاري سيتي و لي زوتر كلوب روتاري اي اينيرويل. وكنعرفوا كنا بان اكثر حاجه كت ديمينو لاديكسيون ديال لا دروغ لهاد الشباب ديال الشوارع هو الرياضه لو سبور. ملي كيتعبوا بالنهار وكيلعبوا الرياضه كيكونوا عيانين باش يمشيو يدوروا عادي يشريوا لا دروغ عادي يبداو يقلبوا على لا دروغ في الليل. دونك حنايا كنعطيهم اكثر حاجه اللي كنعطيهم هي لو سبور. وهذا الشيء كان il a été prouvé scientifiquement que le sport est très important dans l'addiction des enfants. بغيت غير نتكلم على هذا الوليد. هذا الوليد عنده 3 شهور من الضحايا ديال اطفال الشارع. الام ديالو عندها 18 عام والاب ديالو عنده 19 عام. هذا من ضحايا هاد الوليدات ديال الشارع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.